من جديد، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه يأمل في الإعلان عن وقف المعارك في حلب خلال الساعة القليلة المقبلة. وأضاف خلال مباحثاته مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا في موسكو أن بلاده تتعاون مع واشنطن لتهيئة الظروف من أجل وقف القتال، مؤكدا إنشاء مركز عسكري مشترك لمراقبة الهدنة في سوريا. وضعنا اللمسات الأخيرة مع الجيش الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في مدينة حلب، وأمل أن يتم الإعلان عن هذا القرار في وقت قريب، ربما حتى في الساعات القليلة المقبلة. نعمل على إنشاء مركز عسكري مشترك مع واشنطن لمراقبة الهدنة في سوريا، كما نقيم الموقف في سوريا مع شركائنا في الأمم المتحدة والولايات المتحدة. أجرينا محادثات مع ديمستورا بشأن سوريا، ومواقفنا متطابقة. يجب العمل مع المعارضة والنظام لإيجاد حل للوضع الراهن. أرحب في هذا المحور بالعميد أحمد رحال، الخبير العسكري والاستراتيجي، مباشرة من إسطنبول. مساء الخير، وأجدد الترحيب بالدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسون من واشنطن. أهلا بك. أبدأ معك عميد رحال، طبعا من هذه التصريحات الروسية التي دعت فيها المعارضة إلى الابتعاد عن أماكن تواجد جبهة النصرة في حلب، عسكريا إلى ماذا تهدف روسيا؟ وهل تعلم صعوبة الفصل في مناطق النفوذ داخل المدينة؟ مساء الخير، تحياتي لك يا أستاذة هاجر، تحياتي لضيفك الكريم، وتحياتي للسادة المشاهدين. الحقيقة اليوم نحن أمام انتكاسة في الإدارة الدبلوماسية الأمريكية، ما كان يقال سرا، ما كان يقال خجلا، ما كان يدور خلف الجدران المغلقة اليوم أصبح يقال علنا عبر الإعلام. تصريحات لافروف تدل بوضوح أنه شرعن للدور الروسي وباعتراف أمريكي إنشاء غرفة في جنيف، هذا يعني الاعتراف بالدور الروسي في سوريا، هذا الأمر الذي كانت تنكره واشنطن سابقا. حتى في الهدنة الأخيرة لم تقبل واشنطن بأن تكون هناك غرفة عمليات واحدة، ووجدنا أن هناك غرفة في حميميم وغرفة في الأردن. لكن أنا أعتقد أن لافروف يقرأ القراءة العسكرية والسياسية الحقيقية. لافروف ينظر بعين الحذر إلى ما قاله بالأمس من إعلان لقاء بين ألمانيا وفرنسا مع المعارضة السورية. أيضا لافروف يقرأ قراءة جيدة أن مجلس الأمن الذي اليوم أدان كل ما يحصل في سوريا من ضرب منشآت صحية ومشافي، ولافروف يتخوف من تصريح أموند وزير الخارجية البريطاني عندما يقول من أن الهدنة ليست هدف الآن، يجب وضع مبادرة جديدة، أي أن اللغة الفضفاضة والمايعة الميوع التي اتسم فيها القرار 22 54 يجب أن تعاد صياغتها. أيضا يعني عميد الوضع العسكري الداخلي، عميد رحال، يعني في إطار هذا السياق، يعني وزير الخارجية السعودي عدل الجبير يقول اليوم يجب تقديم الحد الأقصى من الأسلحة للمعارضة، والتحالف الدولي هو المسؤول على هذه الأسلحة وعلى هذا الدعم. هذه النقطة المهمة أردت أن أصل إليها، أنه ما حصل في الجبهة الجنوبية اليوم عندما خرجت لافتة من أحرار الجنوب تقول عذرا حلب، فيبدو أن النخوة في الجنوب ونخوة آل حوران تحتاج إلى غرفة أمر الموك، وهذا ما استدعى اجتماع عاجل لكل قادة الجنوب. أيضا التصريح الذي أدلى به الوزير الخارجية السعودية يعطي الإشارة من أن ما قاله كيري منذ يومين من أن الوضع في سوريا أصبح خارج السيطرة وهو كلام حمال أوجه، قد يعني بالطرف الأول أن واشنطن انسحبت نهائيا من سوريا، وقد يعني بالوقت الآخر من أن أي سلاح جديد يدخل إلى سوريا واشنطن بحل عنه. لكن التصريح الذي يخيف لافروف أعتقد أنه ما أعلن بالأمس عن إعادة تشكيل غرفة عمليات جيش الفتح، هذا الجيش الذي آلم النظام، آلم إيران، آلم حزب الله، ونحن على بعد عام واحد مما حصل في أريحة وفي جسر الشهود. سنعود إلى تشكيل غرفة عمليات جيش الفتح عميد رحال. دعني أذهب إلى الدكتورة الشرقاوي. طبعا كيري في تصريحاته يقول أمريكيون وروس يعملون على التفاصيل المتعلقة بتجديد وقف الاقتتال في سوريا، لطالما الولايات المتحدة الأمريكية كانت ترفض التعاون مع روسيا وكانت
التنفيذ، ما الذي جد اليوم حتى تقبل هذا التعاون وتعلن عنه أصلا؟ كأحد المتتبعين للحرب الأهلية في سوريا منذ 5 سنوات وارتفاع عدد الضحايا المدنيين إلى حوالي 470,000، لا أعول كثيرا على مثل هذه التصريحات حول إقامة مركز تعاون روسي أمريكي لمراقبة الهدنة، وهذا التصريح يقدم آلية جديدة لواقع دموي أصلا، ولا يبدو أن هناك خلاف حقيقي بين روسيا والولايات المتحدة الآن. وأيضا قبل عدة أشهر يعني منذ التدخل الروسي لم تمانع واشنطن حقيقة في هذا الدور الروسي. إذا كانت موسكو وإذا كانت واشنطن الآن تريد أن تقرن الأفعال بالأقوال وأن تجعل الأقوال تتحول إلى أفعال، فبدل هذا المركز التنسيقي دعونا نفكر في آليات الأمم المتحدة التقليدية. نعم. على الأقل إرسال قوات حفظ سلام إلى سوريا، إقامة منطقة آمنة على الحدود السورية التركية. هناك آليات أخرى عملت بها الأمم المتحدة في سائر الأزمات الدولية. سؤال الآن، لماذا لا أحد يحرك هذا المطلب؟ لماذا مجلس الأمن لا يفكر في التعامل المباشر وليس دبلوماسية الريموت كنترول أو دبلوماسية جنيف عن البعد عن أو الاستشعار عن بعد؟ دعونا نفكر الآن في ميكانيزمات أخرى على الأقل تضمن أن نار الاقتتال تتوقف عمليا وليس فقط من باب النوايا الحسنة أو الشعارات الدبلوماسية عن بعد. فللأسف واشنطن وموسكو تعودان الآن، تخرجان من الباب تعودان عبر النافذة إلى نفس الموال، وهو كيف نتعامل مع فكرة ضمان الهدنة. للأسف كانت هناك هدنة ولم يتوقف القتال، كان هناك التزام حقيقي مفروض على الأطراف ولم تقم لا واشنطن ولا موسكو ولا حتى الرياض أو عواصم أخرى مؤثرة في الأزمة السورية بالضغط على حلفائها داخل الأراضي السورية لوقف هذا المسلسل الدموي. فللأسف ندخل الآن في مرحلة إعادة هيكلة أو إعادة صياغة بعض المفاهيم التي ربما لم تعد فعالة ولن تنفع السوريين في شيء سوى متابعة مزيد من القتل وتضخم الأزمة وتشعبها إلى الحد ربما قد يصل أن واشنطن وموسكو تعجزان عن مواجهته وتتحول المسألة إلى صراع مفتوح على مصراعيه نحو المستقبل. عميد رحال، نعود إلى نقطة جيش الفتح وتشكيل غرفة العمليات المشتركة. طبعا من التصريح الروسي الذي يطالب الثوار بالابتعاد عن أماكن جبهة النصرة بقطع العلاقة أصلا مع جبهة النصرة، طبعا كل الفصائل تتحرك ضد النظام في سوريا تحت راية جيش الفتح كما هو يخطط إليه الآن، بما فيهم جبهة النصرة، ونحن نتحدث عن حلب طبعا وعن إدلب أيضا. يعني أولا أنا لم أقرأ في كلام لافروف أنه شروط للهدنة، ولم أقرأ بكلام لافروف أنه شروط للتهدئة. يعني عندما يقول لافروف هو وضع شروط مستحيلة التحقيق، عندما يقول على كافة الفصائل الابتعاد عن جبهة النصرة، وفي الإعلام الروسي وفي التصريحات الروسية أن النصرة تسيطر على حلب، هذا يعني ابتعاد كل الفصائل وانسحابها من حلب. عندما يقول لافروف يجب قطع الخطوط مع تركيا وخطوط الإمداد، أي عملية حصار لمدينة حلب. وبالتالي أنا أجد بكلام لافروف أن مطلوب ما عجزت عنه روسيا، ما عجز عنه النظام عسكريا في السيطرة على حلب، أن يطلب تسليمه سياسيا. لذلك إعلان جيش الفتح، وأنا هنا أتحفظ على نقطة، ليست كل سوريا وليست الثورة السورية تحت راية جيش الفتح، الثورة السورية تحت راية الثورة السورية، تحت راية الشعب السوري. منطقة إدلب في جزء محدد منها هناك غرفة عمليات لجيش الفتح تدخل فيها جبهة النصرة، لكن أمام ما يحصل في حلب، أمام ما يحصل في الساحل وفي كل جبهات سوريا، أمام الهدنة التي أعلنت ولم يحترمها النظام، ولم يطلق سراح المعتقل، ولم يفك الحصار، والآن تدمر حلب، كان لابد من إيجاد نوع من التعاون ما بين الجبهات، ما بين جبهة الساحل، ما بين جبهة إدلب، ما بين جبهة حلب. وبالتالي كلام لافروف اليوم يأتي في إطار الاستسلام ولا يأتي في إطار التهدئة. جيش الفتح سيكون عون وسيكون بوابة عملية من حلب، لأن المجتمع الدولي
كالنظام لا يفهم إلا بلغة القوة. يعني عميد رحال، برأيك هل بالفعل عدم التنسيق الأمريكي الروسي هو ما أدى لفشل الهدنة، والآن هناك تنسيق وسنرى هدنة دائمة لا يخترقها حتى النظام، أم لا يمكن أبدا التعويل على هذا الآن؟ يعني أولا أنا لا أعتقد أن هناك خلاف أمريكي روسي نهائيا، كل ما يجري هو منسق ما بين واشنطن وموسكو. نعم. إدخال روسيا على الخط، إدخال روسيا للاستلام الملف السوري، هي تسيطر ما يحصل في حلب، والتبريرات التي خرجت من واشنطن لتبرر لروسيا. يعني مجزرة كفرنبل ومجزرة معرة النعمان كانت من طيران مجهول، الإجرام الذي يحصل في حلب نتيجة التداخل ما بين الفصائل. وبالتالي أنا لا أعتقد للهدنة القادمة التي يمكن أن تعلن هي قادرة على التطبيق، ولا الهدنة السابقة طبقت بشكل جيد. يعني 2300 خرق قتالي، أين محاسبة المسؤول؟ الآن حلب دمرت أكثر من 24 حي، أين الحساب على ما تم تدميره، يعني ما تم في حلب؟ وبالتالي أنا أعتقد أن واشنطن وموسكو تسير إلى إجبار المعارضة على حلول سياسية رفضها الوفد التفاوضي في جنيف. نعم. ويتم إرجاعه بالقوة العسكرية لجنيف. أشكرك عميد أحمد رحال، الخبير العسكري والاستراتيجي من إسطنبول، كنت معنا مباشرة. وشكرا للدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسون من واشنطن مباشرة. ختام هذه الحلقة من تفاصيل في أمان الله.